إلى آيات أخرى كثيرة تتضمن أمرًا بالدعاء والتعبد به، وبعضها يشير إلى صفة الخشوع والضراعة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي حال دعائه، مثل قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعًا وخفية. ومعنى الخفية فيما يقول المفسرون هي ما خفي سرًا في نفس الداعي، وذلك حتى لا يتسرب إليه الرياء ويفسد عليه عبادة من أهم العبادات. وقد أثنى الله تعالى على هذه الصفة في دعاء نبيه زكريا عليه السلام في قوله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كما أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. على أن استحباب الخفاء في الذكر وفي الدعاء لا يعني ذم الجهر بالدعاء أو النهي عنه، كيف وقد وكل ما قد نقل لنا من أذكاره صلى الله عليه وسلم وأدعيته كان جهرًا، ولو أنه كان سرًا لما نقل إلينا شيء منها. والذي ترشد إليه الآية الكريمة هو النهي عن الجهر الذي يخرج بالدعاء عن حد الوقار والخشوع وأدب المناجاة. والمتفق عليه بين العلماء هو أنهم لا يعرفون خلافًا معتبرًا في أن السر في أعمال البر كلها من غير الفرائض أعظم أجرًا من الجهر بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقوله عليه الصلاة والسلام: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ودليل ذلك كله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي يقول فيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم. ثم قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم جاءت السنة المطهرة فأكدت على مركزية الدعاء وأهميته القصوى في حياة المسلم وارتباطه بربه والتعلق بحبله المتين، وبيَّنت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله في حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وتعليل ذلك فيما يقول شراح الحديث أن من يدعو ربه فإنما يدعوه بعد أن ينقطع أمله في الخلق والمخلوقين، وهذا هو معنى الافتقار، وهو جوهر العبادة التي لا عبادة فوقها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: سلوا الله من فضله، فإن الله تعالى يحب أن يُسأل، فإن الله تعالى يحب أن يُسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. ولأهمية الدعاء ومنزلته كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فقد ورد أنه كان يعلمهم التشهد والقنوت ودعاء الاستخارة ودعاء الجنائز وأدعية أخرى لا يتسع لها المقام. منها على سبيل التمثيل فقط قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومنها دعاؤه حين كان يأوي إلى مضجعه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومنها: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، إلى دعوات أخرى يضيق عنها الوقت. والمدهش في شأن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغرق حياته اليومية من ألفها إلى يائها، مهما اختلفت بها الظروف والأحوال والملابسات، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتخذ من الدعاء وسيلة يحتمي بها ويعول عليها في شؤونها كلها، ويقف بها وقوفا طويلا على باب الله نهاره وليله، يقظته ومنامه، فإنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه كما أخبر عن نفسه. وكان يوصي أصحابه بالارتباط بالله تعالى والتعلق به في كل أمورهم وحاجاتهم وأشيائهم مهما كانت صغيرة أو تافهة، وكان يقول لهم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. هذا، وقد ذكر العلماء شروطاً للدعاء المستجاب وآدابًا استخلصوها من سيرته صلى الله عليه وسلم في دعائه وأذكاره.